هو التوحيد؟ صد توحيد رزي السر. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأن لا يجعل معه شريكا، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسماء وصفات، يعني في أنواع التوحيد الثلاث. توحيد رزي السر على حشور يزاق وبشنر في توحيد ربوبيتي وخواو، توحيد ألوهيتي وخواو، أسماء وصفاتي وخواو، التوحيد يشج أزي وقش. الله سبحانه وتعالى منفرد بتوحيد الربوبية لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى، لا خالق إلا الله. نعم، الحشور يزاقش توحيد الربوبية، الحشور يزاق راقز غشر. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. توحيد الربوبية مقيجر الحشور يزاق وبشنم يزاق ونغى يأفعالم تيوخاو يشخم تيوخاو ونافقش تخم تيوخاو. الثاني توحيد الألوهية، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا نعبد إلا الله. يطوانر التوحيد الألوهية جوا أراش لحشخم فجاء زميوخم بشطنر عبادة زخوا فاشر الحشخوا زاق وراش. توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات الواردة في الكتاب والسنة. أسماء وصفات جوائر عار الحشوة ميزاق ونغر ي أسماء أمرا ي صفات أمرا صداخة ي أخمرا ي صفات ي أخمرا أبي الزمزر خفاشة أبي الزري يشحو زرش مأر.